على المياه المعدنية. يعني آخر دراسات ألمانية أثبتت أنه أي عبوة بلاستيكية تحتوي على سائل تعرضها لأشعة الشمس يؤدي إلى هجرة لجزيئات البلاستيك اللي في العبوة من العبوة إلى السائل. وهذا السائل وين حوش حنديروا له؟ نشربوه. وين حيتجمع؟ يتجمع عنا في الكلى في الكبد، مادة مسرطنة يعطيك الصحة. على المدى الطويل صح. نتعرضه. وينك أنا سيدة عندها طفل صغير يعني رضيع، تروح تشري ماء معدني من عند محل معرض للشمس ودير لاتيتي نتاعها، دير الرضعة للطفل ديروا بالماء المعدني هذا اللي تلوث بجزيئات البلاستيك. هاو الخطر الكبير. نعطيك نقطة ثانية خطيرة، يعمد بعض التجار إلى عرض ما يجذب الأطفال الصغار من شيبس من حلويات في الخارج. صح. الشيبس هذا اللي يتعرض لأشعة الشمس على الفصول الأربعة، وتجد منتجات يعني تنمو حتى هو في غلاف معلب، حتى لو في غلاف معلب تجد هذه تتعرض للفصول أربعة، تتعرض لغبار شوارع. صح. صح هي معلبة، لكن تعرضها وانقطاعها عن الشمس لفترات، هو المادة ما زالت تقرأ الوسم تاعها لتكتاج، تلقى أنه تاريخ الصلاحية ما زال بعيد، لكن تفتحها وتأكلها هي اصلا فيها زيوت، فيها مواد حافظه، هذه كامل تاثر على الطفل الصغير من بعد كي ياكلها. لذلك يعني المشرع الجزائري حط نص في القانون شروط الحفظ الصحيه، حفظ وصحي. اذا كان هذا الحفظ غير صحي، معناها اي ماده من المفروض مصالح الرقابه، مصالح لجان البيئه والنظافه تاع البلديات، اي ماده يجي فايت ويلقاها عند تاجر حاطها خارج المحل، من المفروض تصادر. ماهوش يقولوا دخلها لداخل، تصادر، لانه قانونا حسب التشريع الجزائري لم تصبح صالحه للاستهلاك الادمي.